هذا البيت سنت. شوف شوف استراليا، هذا داخل منطقه مدينه، داخل انت حاس تحس انك بغابه. يا سلام، تطلع من البيت تلاقي الخضار زارعين هني مثل ما قلنا لكم، ورد وجرجير وفجل وريحان ونعناع وانواع خضار. منطقه صغيره استغلناها. شوف عندك انواع الطيور في استراليا، في ملبن، هذا في بيتي الطير هذا فقط يتواجد في نيوزيلندا وفي استراليا. طبعا جريء جدا، جريء جدا، ما يخاف من السيارات، وسريع وذكي جدا، شديد ذكاء. شوف الببغان هنا ايضا، هذا نوع من انواع الببغان فقط يوجد في استراليا. هم يتعودون هنا ليش؟ لان انا دائما اقط لهم اكل هنا، فمتعودين، فمسوي لي هنا حديقه مجانيه في البيت. جميل جميل، نوع انواع الببغان. شوف شحناته جميل، فقط في استراليا هذا النوع، الببغان الابيض. شوف حشراته، يجي انواع، يجي نوع شويه وردي. طبعا هو توقعوا اني راح اجيب لهم اكل، ف ما شاء الله. حق تروح حديقه الحيوان بعد، هني عندك حديقه طيور، ولا حروب ولا مشاكل ولا حسد ولا حقد ولا نميمه ولا مذاهب ولا طائفيه، هدوء هني. يقول لك ليش تهاجر بعد؟ يقول لك ليش طلعت بعد؟ يلا شوف شحراته، شوف 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 الجو وشحلاته، شوف الطير وينهم؟ رجعوا. اهلا 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 اهلا، يا السلام عليك. قلابي هذا يقل يلوت، هذا يا يكون يلوت بعد. هل 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 عجيب، حلو حلو، رائع جدا الطبيعة. ولا أحد يحوشه، ولا أحد يكلمه، ولا مقناص، ولا واحد يشوته. عندهم أماكن مخصص حق الصيد. هذا الغراب، الغراب أذكى طير بالعالم. هذا الغراب موجود بكثرة هنا في ملبن فيكتوريا استراليا. الغراب الطائر الذكي، طبعا ذكر في القرآن على ذكائه، يعني سبحان الله حكمة من رب العالمين. يلا صباح جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا صباح خير، يلا صبحك. بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت. وينك يا الشباب؟ ولا قطو؟ وين الطيور يا الطيبين؟ الحين قط لهم، جايب لهم شغل عدل اليوم. الحين يجون ربع ساعة، يجون رمانة. قام يجون، هذا أول واحد، أول الطيبين، أول الواصلين. يلا نعطيكم شوي. أيوه أي شوي شوي ينزل. أي ما شاء الله، عينه عينه حادة هالطير هذا، يشوف من شوف 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 شي. عرفوا إني جاي، عرفوا إني جاي. يلا تعالوا يا شباب يا حلوين، راح يجونك هني، يطلب الخبز، الأكل الزايد، أحيانا العيش والرز. الحين يصير مشاكل عليه، الحين يصير طق طق عصي. يلا شوف نوخر ونرجع شوي. شوف كان قاعد ربع، شوف ينادي ربع، شوف شحالاته ناطريني. يبا والله بصور، والله ما بصيدكم، والله ما بمنكم شيء. يا باي قاعد نعطيكم أكل. كانوا موجودين. شوف شوف الذكاء، الطير ما شاء الله عليه، سبحان الله يا اخي، لله في خلقه يشؤون، سبحان الله. شلون يشوف، شلون قاعدين شوي شوي ينزل لك. طبعا جاك السيجل النورس، جميل جميل. جاك النورس هذاك طبعا ما يخاف ولا شيء. حلو المنظر، حلو. leave them please. I'm giving them feed them. I'm feeding them, please. Oh, you're feeding them. Thank guys. Hi, boys. How are you? How's it going? They know what they're doing, so all every day I do this one. See you guys. استغربت قالت شنو شو طالع؟ شوف طالع ايه، شو هلا هلا، صاروا ربعي، شغل عدل هذا. وشوفه ما سبحان الله يطالع، يا جنب البيت.
طالعون والله مو خايفين عرفوا طاحت الميان الحين. جميل الطير والله مطيح الميان. الا السياره رجاء لا تقربون ترى ها انت خارب. وذاك صاحبنا قاعد ياكل السيجل النورس. النورس اسمه بالانجليزي سيجل. خلنا اعطيكم معلومات. السلام قاعد طاح طاح واقف. جميل المنظر صراحة. شوف الزوايا تباوسون الحبايب. هلا حبيب العشق العشق الأس يا حبيب. يا سلام هذول مبين عليهم الزوجين سبحان الله حنية. يحاول وزعلان الحبيب يحاول والله مهين. لا ذكر على قولة اخوانا المصريين حبايب خلهم على راحتهم سبحان الله. هلا 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 هلا. طبعا الجيران استغربوا قال شنو شنو شلون مجمعين هني؟ صار لي سنين انا اطعم. يا سلام منظر جميل صراحة. نزل نزلوا الشباب اخذ الخبزة هذا فوق هيك هي اخذ الخبزة. طبعا بين عليه اناني اساس ما حد ياكله. يا سلام حلوة الصورة هذه. هذه حلوة الصورة. شوف ذكاء الطير يعرفون انه انت حاط لهم سبحان الله. يعني على فترة بعد يدشون داخل البيت. جميل صراحة جميل المنظر والله ممتع. انا عندي شغل والله بس مو رايح. يعني صراحة شدني المنظر هذا. وجو حلو صراحة بالشتاء. ان حتى الجيران استغربوا. هذه الصداقة والمحبة بين وانا من عشاق الطيور على فكرة. انا من عشاق الطيور خصوصا الحمام. تحبون الحمام ترى حاضرين. تحبون الحمام ترى واحد معاكم واحد مياه الصليبية. تحبون الحمام اصعد فوق. بعدين باقي تعرفون القصة ايش راح يصير. لا غشمرة غشمرة غشمر معاكم. احد واحد يقول احد يقول لك تحب الحمام قول له لا ما بطيقه ما بحبه. ايه اللي يحب الحمام. نكتفي بهذا المنظر ونروح شغلنا ونترزق الله. يلا بسم الله. مثل ما قلنا لكم نزرع هني الزهرة والكوسة وانواع مثل ما ذكرناها من الاول. يلا ناخذ شوي نمشي ننتهي نلغي هذا المقطع ننهيه. هذا بالشباب ما الله ما راح اسوي شيء. ارجع اكل بقر. لاحظون هذا نوع من الببغاء اللي قلت لكم عليه وردي شوي فيه. شوف هذاك ابيض هذا شوي فيه وردي من قدام. لاحظتوا نوعين في هذا نوع من الببغاء فقط موجود في استراليا. هذا نوع من النوع من بغبغاء. احنا نسميه بغبغاء ما ادري شنو الدول الثانيه. طبعا ما يتكلم هذا على فكره يعني مو تقعد تقول لي تسولف معاهم. هذا نوع من انواع الطيور موجود هني في استراليا. جميل جدا صراحه سبحان الله. ولاحظ حوالين الحديقه هني ولا احد يقول له شيء ولا احد يقول له ولا احد لا نباطة ولا هذه حديقة. هذه ناس هني ما احب اصورهم فايش لا على مو ما احبها. هذا نوع من انواع الطيور. انت في حديقة عامة. تكلمنا على العلم الاسترالي والاوبرجنال هو الجزر تكلمنا عليهم موجود. راح انزل لكم الرابط. ها يوم مشمس في ملبن 20 لا 19/6/2020 نوع من انواع الطيور. وقطع كل ما قرب له عادي يعني الناس متعوده انه الطير هذا جميل. سلام
الله يجعل ايامكم كلها جميله ان شاء الله، الله يستر على الوطن العربي ان شاء الله كله ود العالم الاسلامي ان شاء الله. والله يعني انا اتمنى تكون نظرتكم ايجابيه، المقصد من الغناء ايجابيه يا جماعه، في ناس تعرف المقصد، انا خاطب الشباب انهم اذكياء يعني. فالمقصد من الغناء ايجابيه وليس سلبيه، وهذا سبحان الله هذا هو اسلامنا، هذا هو طريقنا، هذا هو مبدانا، عمرك ما تكون سلبي، الايجابيه في كل مكان. طبعا لازم يكون عندك امل برب العالمين وثقه برب العالمين، هذا اهم شيء. احنا نكتفي بهذا المنظر الجميل مع الطيور، واي سؤال اي استفسار على استراليا اسالني ان شاء الله اجاوبك ان شاء الله. عندك الماسنجر، عندك تلفن لي، وان شاء الله اذا انا اعلم انت ما افضى اتصل عليك ان شاء الله، اي سؤال بخصوص استراليا. يلا السلام عليكم.